على مدار ساعات طويلة وصلت لأشهر وأيام، كانت الأزمة السورية محط الأنظار في العالم أجمع. إنها أكبر سيرة لجوء مريرة منذ عقود مزقت فرحة البيت السوري. كانت جموع المشردين تأوي إلى الصحراء حتى وإن لم يكن فيها ما يأوي طفلاً تعذب من التعب. يتسلل اليأس إلى قلوب اللاجئين السوريين الذين فقدوا العلاج والمأوى منذ بداية النزاع في بلادهم، هربوا من موت محتم ليستقر بهم المطاف إلى لاجئين بلا مأوى. لكنها رسالة الإغاثة لكل ملهوف، وترجمة لحمة الدم العربي الذي تجسد في تسخير أضخم ما يمكن تقديمه لكافة اللاجئين السوريين القادمين إلى الأردن. إنه فريق الإغاثة الإماراتي، الذراع الميداني لهيئة الهلال الأحمر، والذي باشر مهامه على الأراضي الأردنية في 2 آب عام 2012. الله يعينهم ويقدرهم ويصبرهم، وإن شاء الله أنها محنة تزول. نحن سوريا غالية علينا ومتأثرين جدا بما يحصل. اللي يحصل في سوريا مأساة لا نقبلها للعدو، فنأمل أن الأمور تتدارك ويحل الأمن والاستقرار في سوريا، ونرى سوريا في أحسن حال إن شاء الله. سارعت الإمارات بقيادتها الرشيدة بأن وضعت على عاتقها رفع راية الإخاء والعناية بحياة من فقدوا الوطن، من خلال توجيهات حثيثة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستمدة من رؤى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. نحن قمنا بهذا العمل والواجب الوطني اللي يستحقون فيه الأردن ويستحقون الناجحين من سوريا. هذه أمانة الله يقدرنا على حملها ويقدرنا على أن نأديها على أكمل وجه، لأن الوضع سيء وتوقعاتنا أن الوضع هذا راح يسوء. تحركت أنفاس الرحمة والإنسانية من كافة أركان فريق الإغاثة الميداني، فتكاتفت جهودهم ليمسحوا دمعة ذرفها طفل، وعينا تركت بقايا أمل وحلم بحياة أفضل. فكانت الإجابة أولى الحملات التي أطلقتها الإمارات، استغاثوا فلبينا. نشكر قيادتنا الحكيمة بالمتابعة الحثيثة لإيصال المعونات الإنسانية عن طريق فريق لجنة الإغاثة الإماراتي المتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن حقيقة نسعى جاهدين لتحقيق أهداف قيادتنا الحكيمة للوصول لهذه الشريحة في هذه البلد الطيبة. وعلى مدار الساعة وفي نقاط التقاط خصصها وجهزها معدون وخبراء في الكوارث والحروب بإشراف مباشر من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نفذ المشاركون في فريق الإغاثة الميداني جهودا حثيثة تمثلت باستقبال ومساندة اللاجئين في أحوال عيشهم. المخيمات العشوائية منتشرة في كافة المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوجيهات السامية الحكيمة لنا بأن نبحث عن هذه الأماكن ونصل إليهم ونوزع عليهم ما من مواد غذائية بما تخفف معاناتهم بالنسبة للمتواجدين في هذه المخيمات، لأن المتواجدين في هذه المخيمات شريحة من أخواننا اللاجئين يرثى إليها، سواء كانوا من أخوان كبار في السن أو النساء أو الأطفال. الوطن مبثر. فماذا ترى في عيني رجل كان يجد الوطن جنته، لكنه حاول أن يقول أن بكاء الرجل يهد الجبال. نحن أهلكم وجماعتكم وربنا كريم يتعدي إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. أمور الدنيا إن شاء الله. هنا نطق القلب وتحركت مهج العطاء من قلوب بيضاء وأنفس كلها نقاء لتخفف عنهم محنتهم،
حتى تلاشت كل المشاهد الرسمية، فكانت الزيارة من إدارة الهلال الأحمر كزائر مشتاق لتفقد أخيه. دموعكم غالي علينا. أصبر واحتسب وأجرك على الله، وخل علاقتك بالله قوية، إيمانك قوي، وهذه الدنيا الحمد لله. في إحصائية الأرقام التي قدمها فريق الإغاثة الميداني منذ بداية اندلاع الأزمة السورية وحتى الثلث الأول من العام 2015، وصل إجمالي الحملات التي نفذتها فرق الإغاثة الميدانية في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من جنوبها إلى شمالها، وأينما تواجد السوريون بخيامهم وأنات أوجاعهم، إلى 321 حملة، وبلغ عدد المستفيدين من كافة جهود ومشاريع الإغاثة فكانوا ما يقارب 71,667 أسرة، أي أكثر من 430,000 فرد. نحن شغلنا ما يقتصر على مخيم مستشفى ميداني فقط، الحاجة الأهم والأبرز اللي هم اللي خارج المخيمات، اللي هم ساكنين في المخيمات العشوائية، اللي ما محصلين يعني أقل شيء اللي هو الحاف، بطانية، أكل، علاج، دراسة. فكثر ما نقدر نحن نخفف عنهم معاناتهم، نخفف عنهم غربتهم اللي عايشيها. قوافل على الأرض الأردنية سيرها الهلال الأحمر الإماراتي من شاحنات حملت كميات كبيرة من المواد الإغاثية المتنوعة، شملت المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية والبطانيات ووسائل التدفئة والتمور ومستلزمات الأطفال الأساسية في جميع مناطق تواجد اللاجئين السوريين. فلم تقتصر جهود فريق الإغاثة الميداني على تقديم الدعم في المخيمات وحسب، بل شمل العطاء كافة اللاجئين في كل مكان من الأردن، دعم لا يتوقف وامتداد موصول لعمليات الهيئة الإغاثية المستمرة. الوضع يعني يرثى إلي، سواء كانت من ناحية مسكن أو مأكل أو ملبس أو صحيا أو حتى دراسيا. نسعى إلى تخفيف من المعاناة بشكل عام، ولو جزء من هذه المعاناة اللي يعانون منها أخواننا المتواجدين في هذه الأماكن، تصل إلى امتداد الحدود. يعني الأماكن حقيقة في الأيام السابقة وصلنا إلى أبعد حدود، هي أقرب حدود من المناطق السورية، لتخفيف المعاناة عن أخواننا المتواجدين في تلك المناطق العشوائية حقيقة. وهكذا تستمر قوافل من السماء وقوافل على الأرض، فالطائرات لم تتوقف هي الأخرى، وبين الخيام والمخيمات ينطلق العنوان الثاني للإمارات، قلوبنا مع أهل الشام، حملة ما كانت تعبر إلا عن رمزية الأخوة والدم الواحد، فكانت الهبات تقدم على الدوام، هذه التي أطلق عليها أصحابها الإماراتيون هدايا لأهل الشام. بفضل الله تعالى تمكننا ولو بشيء القليل بزرع الابتسامة في الأطفال، يعني الطفل اللي تيتم، اللي فقد منطقته، فقد حارته، اللي فقد أمه، اللي فقد أبوه، لكن الحمد لله رب العالمين، بفضل الله ومن ثم فضل حكومتنا الرشيدة نحن باقون هنا، نحن معهم إلى أن يعودوا إلى سوريا. في الصيف والشتاء، في الحر والبرد، في الليل والنهار، قالوا لهم تراحموا، فقدموا لهم حملتهم الثالثة لتكون منقذة لهم في أصعب الحالات الجوية التي مرت على الأردن. نحن أولاً كناس كبشر، يعني لما نشوف الإنسان يتألم لا شك أن نحن يعني إذا نقدر نساعده لابد أن نحن ما نتردد، فما بالك إذا نحن في دولة الإمارات نسمع نداء من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يحفظه الله، يوجه بحملة لمساعدة الأشقاء في بلاد الشام. احنا حقيقة يعني لما جينا ووصلنا هنا شفنا ان هذه الإغاثة وهذه الحملة لابد منها، وشفنا اهميتها، لمسنا اهميتها في الواقع، وحقيقة كنا نبحث عن اشد الناس حاجة، اشد الناس يعني تأثرا.
الساعة الآن 3 فجرا، تهبط طائرة إماراتية على الأرض الأردنية. يتلقى كابتن الطائرة تعليمات الهلال الأحمر بإيصال المساعدات بالسرعة القصوى إلى مطار عمان، ليكون البرنامج المكثف وعبر وسائل تواصل وقوافل نقل للمواد الإغاثية والدوائية والغذائية في موعدها المناسب لكل عائلة سورية تحتاج لعين الرحمة والدعم الإنساني. قبل قليل استقبلنا طائرة محملة بمواد إغاثية متنوعة، وطبعا يعني نحن كأبناء دولة الإمارات كلنا فخر وكلنا اعتزاز بأن نستجيب لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ونحن نستذكر المغفور للشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه اللي ربانا وربى أبناء دولة الإمارات على هذه المعاني الكريمة الطيبة. وقيادتنا يعني وجهتنا منذ السنوات حقيقة بتقديم العون والدعم لكل إنسان محتاج. لم يمنعهم حينئذ سوء الأحوال الجوية عن تنفيذ عشرات الزيارات الميدانية وبكافة الآليات التي تسمح لفريق الإغاثة زيارة عائلات سورية قطعت عليها الثلوج طريق وصول الخبز والدواء. أجركم عند الله سبحانه وتعالى، تركتوا أهلكم، تركتم بيوتكم، وجيتوا في هذا الوقت الصعب، في هذا الجو البارد، في هذه الظروف الصعبة. نحن الحين صارنا أيام معاكم نتجول بين المحتاجين وبين الفقراء والأرامل والمساكين، وشفنا أفعالكم الطيبة والناس تشوف أفعالكم الطيبة. ما تركتوا بيت، ما تركتوا خيمة، ما تركتوا وادي، ما تركتوا يبل، وهذه الأفعال اللي بتبقى هي ذاكرة في حياة البشرية، وهذا الشيء اللي بيخلد للإنسان الذكر الطيب ويرفع اسم الإمارات، وهذا الشيء اللي يسر قادتنا وحكامنا وشيوخنا اللي أمروا بهذا الشيء. واليوم الحمد لله أنتوا على أرض الميدان قاعدين تترجمون هذه الأعمال. هنا الفريق الإغاثي يترجمون لهم تراحموا لا انقطاع للرحمة، فهم بشر يؤمنون بالله فزادهم الله هدى، لأنهم يعرفون قولا واحدا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.